عندنا خبر على عهدة ألف شين ألف أنه في رعبي لقي مصرعه أثناء قيامه بزرع أبوة ناسفة أمام قسم مرور مدينة دمياط الجديدة 60 داهية. انفجرت فيه القنبلة وقام اللواء حسن البرديسي مدير أمن محافظة المنيا بالتوجه إلى موقع الانفجار للاطلاع على تداعياته. حر، فجرت نفسك، أنا أعمل لك إيه؟